مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه كالعاده مليئه بالاخبار المتنوعه على مختلف الاصعده. لكن في الحقيقه خليني بس ابتدي حلقتنا النهارده بخالص تعازينا في وفاه الاستاذ والاعلامي الكبير الاستاذ وائل الابراشي، اللي وفاته المنيه بالامس بعد صراع مع المرض استمر لحوالي 13 شهر بالتحديد، فيروس كورونا. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. واحد من الاعلاميين الكبار اصحاب المدرسه المختلفه اعلاميا، فبنعزي الشعب المصري وبنعزي اسره الاعلام المصري بشكل كامل في الفقيد طبعا، والاستاذ وائل ابراشي ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. طيب، حلقه النهارده حلقه فيها اخبار كتير، بالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني واخر استعداداته وكواليسه، لان عندنا ماتش بكره غايه في الاهميه، وهي انطلاقه المنتخب باذن الله في بطوله الامم الافريقيه هناك في الكاميرون، بالتحديد في مدينة جروة، أول مباراة أمام المنتخب النيجيري القوي والمميز بالمناسبة، وهتبقى مباراة صعبة قوي، مهمة قوي أن أنت تقدر أن أنت تنطلق انطلاقة كويسة تديك دافع قوي للاستمرار في هذه البطولة، بل كمان الأهم بالنسبة للشعب المصري كله هو تحقيق اللقب بإذن الله، خصوصا أن أنت عندك المقومات سواء من جانب الفني كجهاز فني وإداري، أيضا بخلاف اللعيبة اللي عندهم إمكانيات مميزة جدا، وعندنا كمان أحسن لاعب في العالم كابتن محمد صلاح بكل تأكيد، فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. عندنا كمان أخبار خاصة بالنادي الأهلي وآخر التفاصيل بالتحديد فيما يتعلق بمصابي كورونا داخل القلعة الحمراء، هنقولها لحضراتكم أيضا على مدار فقرات مختلفة من حلقة اليوم. لكن مهم قوي تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة، واللي بيتكلم عن مباراة الغد أمام نيجيريا، مصر ونيجيريا، توقعاتكم للتشكيل إيه؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفة. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في مباراة الغد. طيب، خلينا نشوف أهم وأبرز العناوين الخاصة بحلقة النهاردة. يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يواصل الاستعداد لكأس الرابطة. الأهلي يعلن سلبية مسحة طاهر وفخري وإيجابية مسحة ربيعة، ألف سلامة. وأخيرا المنتخب يختتم استعداداته لمباراة نيجيريا غدا، كل التوفيق لمنتخب. طيب، خلينا نتكلم على ماتشات النهاردة على طول في كأس الأمم الأفريقية، وهو الحدث الأهم والأبرز بالنسبة لكل الأفارقة داخل القارة الأفريقية، وبالتحديد كمان عدد كبير جدا من محبي الكرة الأفريقية حول العالم. ما تستغربوش، لا، في ناس مهتمة جدا بالبطولة دي رغم كل التقارير اللي كانت بتتقال، لكن في كل الأحوال البطولات اللي زي دي بتطلع لعيبة ونجوم كبار جدا، وأدينا بنشوف في القارة الأفريقية لعيبة بتساهم بشكل أساسي في مختلف البطولات الأوروبية. طيب، ماتشات النهاردة إيه؟ السنغال وزيمبابوي، ده ماتش ابتدى الساعة 3، السنغال كسبت بطلوع الروح، يعني في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضايع من أحداث المباراة قدر ساديو ماني من ضربة جزاء إنه يتقدم على زيمبابوي، بمجرد ما الهدف جه أو ضربة جزاء أحرزت تم انتهاء من أحداث اللقاء والحكم صفر على طول، وكانت مواجهة صعبة بالنسبة للسنغال لأن هم بيفقدوا تقريبا حوالي من 7 لـ 8 لاعبين مهمين. خليني أقول لحضراتكم أبرزهم مين. أولا كاليدو كولوبالي، ده أفضل مدافع العالم، واحد من أفضل مدافع العالم بيلعب في نابولي، عارفينه كلنا طبعا. إدوارد ميندي من أفضل حراس العالم بيلعب في تشيلسي، عارفينه برضو. إسماعيل أسار برضو من اللعيبة المميزة جدا جدا، نجم واتفورد، جناح مميز جدا، يعني دول أبرز الأسماء بخلاف أسماء أخرى مؤثرة. حوالي 5 من اصل 8 من التشكيل الاساسي كانوا غايبين بسبب فيروس كورونا، فبالتالي نتيجه تعتبر كويسه بالنسبه لهم جدا رغم ان الاداء في المباراه كان سيء بصراحه، وزيمبابوي عملوا مباراه كبيره. فانتصار اول للسنغال. المغرب هتلعب الساعه 6 في مواجهه قويه جدا مع غانا، الساعه 6 ايضا مباراه غينيا مع ملاوي، مباراه اعتقد هتكون يعني نسبه اكبر لغينيا او ممكن تكون فيها نسبه ما من التكافؤ. الساعه 9 بالليل مباراه جزر القمر والجابون، ابرز مباريات او مش ابرز مباريات، دي كل المباريات النهارده في كاس الامم الافريقيه، مترقبين طبعا مباراه الغد بالنسبه لمنتخبنا الوطني الساعه 6 مساء مع المنتخب النيجيري. طيب، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نتكلم في كل التفاصيل كالعاده، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي باخبار الاهلي نخلصها كلها ونتكلم فيها بتفاصيل عشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي بيهتم بكل كبيره وصغيره بتتعلق بالفريق. في البدايه في حاله من القلق عند الجمهور شويه بعد تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا على مدار الايام القليله السابقه، والكل قلقان طبعا على الفرقه لان انت عندك تحديات مهمه جدا بتبتدي بكاس الرابطه ان شاء الله اول ماتش يوم الخميس مع الجونه في المجموعه بتاعتك، فماتش هيكون صعب، فانت بالتالي عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين 9 لعيبه في المنتخبات المختلفه فبتفتقدهم بخلاف المصابين بكورونا، فالناس قلقانه شويه. طب احنا كده هنلعب بمين؟ طب مين هيكون موجود؟ مين هيشارك؟ لا اطمنوا، الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده بدل الفرقه 3 مش 2 بس، بدل الفرقه 3 بخلاف العناصر اللي بتصعد من قطاع الناشئين، وهي في الحقيقه عناصر مميزه جدا. فما نقلقش، طبعا المنافسه هتبقى صعبه، جمهور الاهلي دايما اي بطوله بيكون موجود فيها الفريق بيبقى حابب جدا ان يفوز بيها، خصوصا لما تكون بطوله هي الاولى من نوعها في مصر، بطوله كاس الرابطه، فالطمع عندنا احنا زياده شويه، او هو ده الطبيعي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان انت بتبقى حابب ان انت تكون اول فريق يفوز بالبطوله دي، ودي حاجه ايجابيه في الحقيقه. ففي نفس الوقت يعني انا حابب اطمن كل جماهير النادي الاهلي ايا كان مين هيكون موجود في الماتشات اللي جايه هيأدي وهيكسر الدنيا ان شاء الله هيحقق المطلوب، وربما ربما يلحق البعض بهذه المباراه بس في صعوبه كبيره لان فيروس كورونا حتى لو تم شفائهم باذن الله تعالى اكيد هيبقوا محتاجين مشاركه تدريجيه في تدريبات حتى الجاهزيه اللي تامه يعني. فبالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم على اخر الاخبار الخاصه بالمساحات الخاصه بفريق النادي الاهلي. النهارده كان في مسحه اتعملت امبارح لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد فخري ورامي ربيعه. المسحه اسفرت عن انها طلعت سلبيه لكل من طاهر محمد طاهر وفخري وايجابيه لربيعه، هو ربيعه اصلا كان عنده كورونا. كده كده كان فرحه وبتاع زحمه ما شاء الله يعني، فبنبارك له بالمناسبه وبنقول له الف سلامه عليك برضه في نفس الوقت. فبالتالي ده الجديد بخصوص المساحات المختلفه، تحديد رامي لسه ايجابي لكن طاهر وفخري شفيوا تماما وبيشاركوا في التدريبات النهارده في بعض التدريبات كده البدنيه الخفيفه جدا كجزء من المشاركه التدريجيه في مران النادي الاهلي، بكره او بعده يشاركوا في التدريبات بشكل كامل. دكتور احمد ابو عبله هو محور الاخبار على مدار الايام الحاليه بسبب كورونا، فقال ان هيكون في مسحه اضافيه لسداسي الفريق غدا، بكره هتكون مسحه جديده لكل من رامي ربيعه وياسر ابراهيم وبيرسي تاو ولويس مكسوني واحمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا ودول المصابين بكورونا. النهارده كمان كان عمار حمدي خد راحه من التدريبات لانه عنده نزله برد، حتى الان هي نزله برد بس، فخد راحه وبكره ان شاء الله يشارك في التدريبات بشكل طبيعي. في المقابل كان في راحه ايضا او تدريبات في الجيم لمحمود وحيد بسبب معاناته من اجهاد عضلي، فبكره ان شاء الله محمود وحيد برده ممكن يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من مران النهارده بالنسبه للنادي الاهلي في اطار مواصله الاستعداد للمباراه الاولى في كاس الرابطه امام فريق الجونه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله وفي مستهل هذا المشوار، البطوله مش هتنتهي في الفتره دي يعني مش هتخلص في هذا الشهر، لكن هيكون فيها طبعا ادوار لاحقه، دور نصف النهائي والنهائي في مواعيد لاحقه هيتم تحديدها، يعني في مواعيد مبدئيه بس هيتم تحديدها بشكل رسمي بعد كده يعني. فبالتالي ده امر مهم جدا بيتعلق بفريق النادي الاهلي. بالمناسبه هي فرصه بطوله كاس الرابطه دي فرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت في المباريات الرسميه علشان يظهروا قدراتهم بشكل اكبر، وهي قدراتهم بصراحه معروفه للجهاز الفني وعارفين كويس جدا ان هم لعيبه مميزه، بس دايما انت في منافسه في النادي الاهلي وده اللي احنا متعودين عليه في الاهلي عن اي فريق تاني، فالمنافسه دي بتخلق حاله من الدوافع الكبيره عند كل القائمه اللي موجوده في النادي الاهلي، فهي فرصه بالنسبه لهم ان هم يثبتوا تواجدهم ويثبتوا كفاءتهم المعروفه علشان انت مقبل بعد كده على كاس العالم للانديه بمجرد ما تنتهي بطوله الامم الافريقيه، يعني لسه برضو موضوع المواعيد ده لسه ما تمش الاعلان عنه بشكل رسمي، هل هيتغير ولا هيفضل زي ما هو زي ما اعلن بخصوص تضارب مواعيد كاس العالم للانديه وكاس الامم الافريقيه، لكن هنترقب ونشوف. وفي كل الاحوال احنا عندنا ثقه كبيره جدا رغم الظروف الصعبه في الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو وموسيماني وأيضا في قائمة فريق النادي الأهلي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لسه عندنا كام خبر كده عن النادي الأهلي هنتكلم فيه وبعد كده نروح على المنتخب. استنوا
اهلا بحضراتكم من جديد. الحديث دايما عن النادي الاهلي مستمر سواء في وسائل الاعلام المختلفه، اذاعيه، مرئيه، اي حاجه، بتلاقي دايما الناس كلها بتحاول ايه تشوف اي خبر عن النادي الاهلي علشان يعملوا تفاعل مع الجمهور، عشان الجمهور يسمعهم. والله انا مش ببالغ، لان في الحقيقه الاهلي اسم كبير، تاريخ كبير، اكتر جماهيريه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، ما حدش يقدر يختلف على كده اطلاقا يعني. فانا عشان اوصل للناس اعمل ايه؟ لازم اقعد اتكلم عن النادي الاهلي، مش بتكلم عن النادي طبعا يعني. احنا قناه الاهلي طبيعي ان احنا بنتكلم على النادي الاهلي، لكن بتكلم عن بعض الاعلاميين اللي هي يعني ليهم كامل الاحترام والتقدير يعني، دايما يقعدوا كده يدور لك على ايه خبر يخص الاهلي. ويا سلام بقى لو الخبر ده سلبي عن النادي الاهلي، وازاي ومش ازاي وبتاع، زي مثلا النهارده كده سمعت مداخله، او مش مداخله يعني، سمعت احد الاعلاميين بيتكلموا، ومش هقول اسمه بصراحه، هو اتكلم عني في برنامج من برامج، يتكلم عني مش مشكله، لكن لما يجي يتكلم على الاهلي لا هنستوب يعني، نقف هنا نرد يعني. فقال لك ايه؟ قال لك الاهلي هيجيب لعيب جديد مكان ميكيسوني. طب عرفت منين؟ هو لا هيجيب لعيب مكان ميكيسوني. وازاي الاهلي يمشي ميكيسوني؟ ده هو اعتبر بقى ان ميكيسوني خلاص ماشي. ازاي الاهلي يمشي ميكيسوني؟ ها؟ ويجيب لعيب مكانه، وميكيسوني ده اصلا جايبينه بمليون دولار، واحنا مش جايبينه بمليون دولار، احنا جايبينه اقل من كده، بس ايا كان يعني. ايا كان. والاهلي قبل كده مشى اليو بادجي ومشى والتر بواليا وكلام من ده، هو بيبص ان هما الناس دي مشيت. ما بيبصش الاهلي كسب ايه من ورا الناس دي. لعيبه كويسه ما وافقتش مع النادي الاهلي، سواء اليو بادجي او والتر بولي. ما وافقوش. بس عندنا اداره تسويقيه مميزه جدا جدا في النادي الاهلي. واداره تعاقديه مميزه جدا جدا في النادي الاهلي، بصراحه يعني. الناس وارد اي فريق في العالم، اي فريق في الدنيا ممكن يتعاقد مع مجموعه من اللاعبين، مثلا ينجح 3-4 وواحد ما يكونش موفق، ده طبيعي جدا في كل الانديه في العالم كده، مش الاهلي بس، كل الانديه في العالم كده. انا جاي لك في الكلام. ماشي؟ بس ايه؟ بيتصرفوا، بيعرفوا ان هم يخرجوا، في ناس بتخسر من ورا اللعيبه دي وفي ناس بتكسب. لحد دلوقتي بصراحه الاهلي لما بيجي يطلع لعيب اعاره من اللعيبه التي لم توفق مع الفريق، بيطلع الاعاره بمبلغ حلو، وكمان لو في نيه للبيع بمبلغ كبير. لما تيجي تقارنه بسعر شرائه هتلاقي ان الاهلي كسبان، يعني في كل الاحوال الاهلي ما بيخسرش. هل هو الاهلي بس كده؟ لا، في بعض الانديه الشاطره اللي بتعرف تعمل كده، بس منهم الاهلي. في بعض الادارات التسويقيه الشاطره اللي بتعمل كده، منهم اداره التسويق في النادي الاهلي، اللي بتقدر تتعامل، اللي بتقدر تجد حلول، اللي بتقدر دايما تحط الاهلي في موضع الفائز او المنتصر او النادي اللي بيقدر يكسب من اي حاجه، حتى لو صفقه ما وفقش فيها. وده طبيعي في الدنيا كلها، لكن ليه وليه بقى؟ الراجل اعتبر ان ميكيسوني فشل، رغم ان ميكيسوني ما بقالوش 3 4 شهور، ما كملش 4 شهور في الاهلي وما لحقش يلعب، ولسه هيلعب ولسه هيشارك وهيكسر الدنيا باذن الله، وارد انه يوفق وارد انه ما يوفقش، لكن ليه بنقدر البلاء قبل وقوعه يعني زي ما بيقولوا كده يعني. ايه اللي مضايقك انت والله بجد؟ الراجل ده بالذات، وانتوا اكيد عارفين قصدي على مين يعني، الراجل ده بالذات ما بيهداش غير لما يجيب اسم الاهلي في جمله مفيده، ليه؟ عشان الناس تسمعه، عشان الناس تقول ان الراجل ده قال كذا كذا كذا، عشان المواقع تنقل تصريحاته. رغم والله هو مش محتاج للكلام ده يعني. مش محتاج يعني. ففي كل الاحوال، في كل الاحوال ما تسمعوش وما تصدقوش اي اخبار بتتعلق سواء بتعاقد الاهلي مع لعيب او استغناء الاهلي عن الاخر. ما تصدقوش غير من المنابر الاعلاميه الرسميه للنادي الاهلي، الموقع الرسمي، قناه النادي، اي حاجه رسميه تتعلق بيها، ما فيش غير دول يعني، الموقع والنادي. والقناه يعني قصدي. هم اللي هيقولوا لكم اي حقيقه بتخص الفريق الاول. ميكيسوني مكمل وموجود، مش هيمشي في يناير. وما نعرفش ايه اللي هيحصل في الكوره، الراجل ده ممكن يكسر الدنيا، الراجل ده وارد انه ما يوفقش هو او غيره زي ما حصل في بعض الصفقات الامريكيه، هي دي كره القدم. لكن احنا لازم نقعد نتصيد الاخطاء، ويا ريتها بتطلع اخطاء والله. لما هتيجي تبص في الموضوع كده كويس ها وتدرسه وتشوف الاهلي اشترى بكام وباع بكام، الصفقات التي لم يوفق فيها، هتلاقي الاهلي برضه هو الكسبان برضه. وهتفضل انت تعبان من الاهلي، وهتفضل انت متجنن من النادي الاهلي يعني. فده امر احنا حبينا نعلق عليه في البدايه، ومش هنطول في الحاجات اللي زي دي يعني. خلينا نشوف بقى بالتالي الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي ايه في الحسابات الرسميه المختلفه
على السوشيال ميديا. نبتدي بمين؟ تعالوا نبتدي ب سبورت 360، واللي بيقولوا ايه ده حسابه على تويتر، نشروا 14 اسم او 14 لاعب هيغيبوا عن النادي الاهلي في كاس الرابطه في ظل هذه الغيابات. ما هو التشكيل الامثل؟ ده بيطرحوا سؤال يعني في ماتش الجونه. فانت عندك مين بقى؟ عندك اكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد شريف، ايمن اشرف، الشناوي، اليو ديانج، بدر بنون، علي معلول، ميكي سوني بسبب كورونا، هو بيرسي تاو، احمد عبد القادر، وياسر ابراهيم، واحمد نبيل كوكا، ومعاهم ربيعه كمان دلوقتي. فبالتالي هم مش 14 بقوا 15. فبرضو انا بطمن حضراتكم عندنا لعيبه تقدر تلعب وتقدر تكسب وتعمل اداء كويس جدا مع الجهاز الفني المحترم اللي موجود في النادي الاهلي يعني. فده خبر من ضمن الاخبار. خلينا نخش على خبر اخر وهو من الوطن سبورت، والكابتن سعد عبد الحفيظ يزهر العين الحمراء للاعبي الاهلي بسبب كورونا. هو دور وواجب طبيعي جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، يا جماعه في تحذيرات، خلوا بالكم الفيروس متفشي دلوقتي، وفعلا يعني اتمنى السلامه للجميع يا رب، وبنشوف حالات اصابات كتيره جدا جدا، لكن في نفس الوقت انت لازم تعمل كل اللي عليك، تاخد بالاسباب تمام وتعمل اجراءاتك الاحترازيه. فدايما في مراجعه من الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مع اللعيبه، يعني خلوا بالكم بلاش خروجات الفتره دي، خلوا بالكم بلاش مناسبات الفتره دي عشان نتجنب الاصابه بالفيروس، عشان عندنا بطولات مهمه اهمها كاس العالم للانديه اللي بنتمنى ان الاهلي يظهر فيها بمظهر كويس رغم الظروف الصعبه واللي جايه عكس طموحات جماهير النادي الاهلي، لكن تقدر تعمل حاجه. فانت حاول تحافظ على نفسك، عشان لما هتحافظ على نفسك هتحافظ على فرقتك وتفرح جمهورك. فهي تحذيرات طبيعيه من كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني مش في الفتره دي بس، بقى لها فتره كبيره. طيب خلينا نخش على اللي بعده، والوطن سبورت برضو وبيتكلموا على ان الاهلي يحدد موعد السفر الى الامارات للمشاركه في كاس العالم للانديه، وهو الموعد المبدئي 31 يناير، الا اذا قرر مستر بيتر موساني ان هو يسافر بدري عن كده شويه، يكون في معسكر او حاجه، انا بستصعب الموضوع ده، الا في حاله لا قدر الله لو منتخبنا الوطني خرج بشكل مبكر، وده ان شاء الله مش هيحصل يعني. فهنشوف الامور هتصفر عن ايه في النهايه بخصوص موعد السفر النهائي الخاص بالنادي الاهلي للامارات. طيب يلا كوره كمان، بيتكلموا على تشكيل بعثه النادي الاهلي، بيقولوا الكابتن محمود الخطيب هيكون رئيس للبعثه، وده امر طبيعي جدا جدا، انت بتشارك في بطوله كبيره، وبيقولوا كمان مين الاسماء اللي هتكون موجوده. فبالتالي هقول لحضراتكم الاسماء والإدارة التنفيذية أو ممثلي الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي اللي هيكونوا موجودين. طبعا كابتن محمود الخطيب ده يعني بشكل مبدئي لسه ما تمش الإعلان بشكل رسمي، كابتن محمود الخطيب هيكون رئيس للبعثة تمام، وده أمر أكيد، وهيكون كمان متواجد خالد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق ومنسق عام للبعثة، وده طبعا عنده خبرات المهندس خالد مرتجي نظرا لخبراته الكبيرة، وأنا يعني عشت معاه في قطر في كأس العالم الأخيرة، الراجل عنده علاقات ممتازة جدا بالاتحاد الدولي وبيتواصل بشكل مميز، ووجهة أكثر من رائعة بالنسبة للنادي الأهلي يعني. البعثة كمان هتضم كل من الأستاذ طارق أنديل، وهو متعود دايما يسافر في المواجهات الصعبة وكلام من ده، وبنتفائل بيه جدا بصراحة، وجمهور الأهلي بيتفائل بالاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، هيكون مرافق للبعثه، وهيكون معاهم كابتن امير توفيق مدير التعاقدات، وطبعا هيكون معاهم الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام، والاستاذه حنان الزيني مدير اداره اللوائح والتراخيص بالنادي، بجانب طبعا الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره و28 لاعب يعني طبقا للائحه البطوله، والاهم ان شاء الله يكون في توفيق بالنسبه للفرقه في هذا الحدث الهام جدا. طيب تعالوا نخش على خبر اخر وهو خاص باليوم السابع، وحسام على تويتر بيقولوا ان في ورشه عمل للفيفا بمشاركه الاهلي تحديد لوائح مونديال الانديه، وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه وكورونا وكل الملفات الاعلاميه التسويقيه، كل حاجه كل حاجه بيبقى فيه زي فيديو كونفرنس كده ما بين المسؤولين في النادي الاهلي والمسؤولين في الاتحاد الدولي لكره القدم، بيتم التجهيز لكل الترتيبات الخاصه بكاس العالم للانديه، ودي حاجه الاهلي واخد عليها جدا يعني، الاهلي بيشارك للمره السابعه في كاس العالم للانديه، فعارف السيستم بيبقى ماشي ازاي يعني. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي، واللي بيتكلم على ان قرار مفاجئ من الاهلي في شان اعاره طاهر محمد طاهر. دايما بيبقى في بعض الاستنتاجات وبعض الاخبار اللي بتحاول تتوقعها انت كصحفي، وده حاجه في الحقيقه الصحفيين يعني لازم نحييهم عليها لان ده شغلهم، مفيش اي مشكله خالص.
لكن طاهر مؤخرا ماشي بشكل كويس جدا مع الاهلي. طاهر احد الاسباب الرئيسيه فوز النادي الاهلي بالسوبر افريقيا على الرجاء بهدفه في اللحظات الاخيره، تعامله كويس في الهدف ده هو بيرسي تاو ومحمد شريف قبليهم، الهدف احنا حافظينه يعني، بخلاف الهدف لان طبعا ما بيتمش تقييم بهدف، لكن في كل الاحوال هو لعيب عنده مقومات ممتازه. ممكن ما نكونش لسه خدنا كل اللي عند طاهر محمد طاهر، لكن في ثقه كبيره في امكانياته. طاهر مكمل. هم هنا بيقول لك ان كان في قرار باعاره طاهر دلوقتي بعد ما كهربا طلع اعاره، طاهر مش هيطلع. هو بنسبه كبيره طبعا طاهر مش هيطلع، بنسبه كبيره كمان جدا ان لو طلع حد هيبقى في اواخر الشهر زي ما قلت لحضراتكم، مش هيكون من العناصر الاساسيه قوي. هنشوف ايه اللي هيحصل، المتغيرات كتير جدا في كره القدم، وهنشوف في النهايه الامور هتودينا حد فين. لكن طاهر مكمل وعنصر مهم وهيكون فعال جدا كمان في كاس الرابطه باذن الله تعالى. الاهرام وحسامه على تويتر بيتكلموا عن نجم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا، ان هو خلاص هيسافر بكره الثلاث لبدء رحلته مع فريق هاتاي سبور التركي اللي بيحتل المركز الخامس في الدوري التركي وماشيين بشكل كويس السنه الثانيه ليهم في الدوري الممتاز هناك في تركيا. كهربا عنده دوافع مميزه جدا، عايز يثبت نفسه، عايز يرجع منتخب مصر. نتمنى له يا رب كل التوفيق في رحله هتستمر لمده 6 شهور، وبعد كده باذن الله تعالى من الوارد بل الوارد جدا ان هو يعود للنادي الاهلي باذن الله عشان يكمل مشواره. هو كان جدد سنه اضافيه مع النادي الاهلي قبل الاعاره. طيب حساب كره بلس على تويتر بيتكلموا على تصريح خاص بالاستاذ او الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكره الجديد، وبيقول مباراه القمه يجب ان يديرها حكام اجانب من الصف الاول. وفي الحقيقه ده تصريح مهم جدا من عضو مجلس اداره. ليه بقى؟ لان احنا بصراحه كلنا عايزين نتجنب الاحتواء. كل جماهير الكره المصريه، كل جماهير الكره المصريه عايزه تتجنب الاحتواء، لان شفنا بعض التصريحات من الحكام بتحديد كابتن محمد عادل اللي بناكلني ليه كل التقدير والاحترام في الحقيقه يعني، وحكم مميز بالمناسبه، لكن بعض القرارات اللي خدها اثرت على نتيجه المباراه ماتش الاهلي والزمالك 5-3، وتصريحاته كمان كانت كارثيه ما حدش يقدر يختلف على كده. فالانسب ايه ماتشات اهلي وزمالك عشان ما تحاولش تقول ندير المباراه لازم دلوقتي وقت الاداره والتصريحات اللي من الجانب ده لازم ان احنا ايه نتفاداها. فعشان تتفاداها يحصل ايه؟ يكون في حكام اجانب. فلما يكون في حكام اجانب مش هيبقى لا الحكم الاجنبي يطلع يتكلم ولا انت بتبقى يعني قلقان. فاكبر جمهورين في مصر جمهور الاهلي والزمالك، من حقهم جدا يكون في حكم اجنبي عشان نتمتع بالماتش اكتر من كده كمان. فتصريح انا بشوفه مناسب وموفق جدا، واعتقد هو ده اللي هيحصل في ماتشات الاهلي والزمالك اللي جايه كلها، ومش هيكون في حكام مصريين في هذه المباريات. ليس تقليلا من الحكام المصريين، لكن في نفس الوقت ليه حساسيه هذه المباريات. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنوني يلا بينا. طيب منتخب مصر بقى، وده الحدث الاهم بالنسبه لنا والتحدي اللي بننتظره ونترقبه بشكل كبير جدا، تحدي بطوله الامم الافريقيه. ومنتخبنا ان شاء الله هيستهل مشواره في هذه البطوله اللي هو صاحب اكبر عدد من الالقاب فيها برصيد 7 ألقاب بمباراه غدا قويه جدا امام المنتخب النيجيري. وانا على عكس ناس كتير جدا بيقولوا احنا لازم نبتدي بدايه تدريجيه، لا انا بشوف منتخبنا الوطني في الاحداث اللي زي دي لما بيبتدي مع منتخب قوي بيظهر بشكل ممتاز. فانا من الناس المتفائله بصراحه ان شاء الله بمنتخبنا في مباراه غد. الماتش الساعه 6 باذن الله، مباراه مهمه جدا. انطمن الناس بس على البعثه، لان خلاص النهارده كان في المسحه النهائيه قبل مباراه بكره. المسحه النهائيه اسفرت على سلبيه كل المساحات الخاصة بالبعثة بالكامل. الحمد لله فرقتنا كاملة وانتخابنا كامل في مباراة بكرة أمام المنتخب النيجيري بإذن الله تعالى. يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل. وأصفر كمان الاجتماع الفني لمباراة مصر ونيجيريا النهاردة، على أن منتخبنا بإذن الله هيلبس اللبس التقليدي أو زي التقليدي الخاص به، تيشرت أحمر، شورت أبيض، شراب أسود، وإن شاء الله يكونوا موافقين. في المقابل منتخب النيجيري هيلبس أخضر فأخضر فأخضر، صح يا جماعة؟ تقريبا يعني. فبالتالي امر مهم. النهارده كمان كان في مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي حضره كل من مستر كارلوس كيروش، اللي هو مؤتمر صحفي اللي بيسبق كل مباراه، حضره مستر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا، وكمان حضره كابتن منتخب مصر نجمنا العالمي محمد صلاح. فبالتالي كارلوس كيروش قال بعض التصريحات المهمه، او يعني تعتبر تصريحات اللي هي العاديه قبل اي مباراه.
قال ايه؟ قال ان احنا يعني فخورين جدا وسعداء بالمشاركه في البطوله، ونتشرف بمواجهه منتخب نيجيريا. عندنا 7 ماتشات، مطلوب مننا حاجه بسيطه قوي، حاجه طموحنا مش كبير، كل طموحنا ان احنا عايزين نكسب ال7 ماتشات. بشوفه تصريح يعني معقول شويه عكس اللي هو كان قاله في المؤتمر الصحفي قبل ما يسافر يعني بصراحه. فده امر مهم وتصريح من التصريحات المهمه جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. قال لا أفكر في شيء آخر غير في البطولة، بطولة الأمم الأفريقية، ونتمنى إن احنا نكون موفقين فيها. دي تصريحات كارلوس كيروش. نجمنا المصري العالمي الكبير، أحد أفضل اللاعبين في العالم والمرشح لجائزة ذا بيست من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع ميسي وليفاندوسكي، قال تصريحات أيضا مهمة جدا قبل انطلاق مباراة الغد في المؤتمر الصحفي النهاردة. تعالوا نشوف محمد صلاح قال إيه ونرجع مرة تانية. لا انا شايف ان احنا بنجهز كويس الفرقه، يعتبر احنا في مصر بنبني كل شويه بنبني فرقه، فجبنا موجود مدرب جديد مادي اداء كويس مع الفرقه، وصلنا بشكل كبير للماتش، خلاص وصلنا للماتش البلاي اوف اللي هو كاس العالم، فاللعيبه يا دوب كل مكان بتبص فيه بتلاقي فيه لعيبه جديده، كل سنتين بتظهر لعيبه، فانا شايف ان الفرقه في ثقه ده 100%. جايين نحارب ان احنا نوصل لنهايه البطوله وناخد البطوله ان شاء الله، لكن ما اقدرش اقول ان احنا المرشح الاول، بس ما اقدرش اقول برضو ان احنا مش هنطلع كل اللي عندنا عشان خاطر نفسنا وعشان خاطر نسعد الناس في مصر. ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ونرجع بالكاس، بس انا متفائل وشايف ان الفرقه عندها ثقه يعني ان شاء الله. لا اكيد اتبسطت ان انا موجود في جائزه احسن 3 لعيبه، يعني شويه بتديك ايحاء ان انت بس زي ما تقول بتكلم مجهود السنه اللي فاتت والسنه دي برضه، فاكيد كنت مبسوط ان انا كنت موجود فيها. افتكر ان انا ليا الحق اني اصوت لنفسي، بس انا ما صوتتش لنفسي، بس افتكر المدرب برضه ممكن يكون صوت لي، بس يعني هيبان كله هيبان، سواء بالزيرو النتيجة تقريبا كمان شوية. لعيب عالمي بصراحة، أبرز لعيب في البطولة. يعني كون أنت منتخب مصر بيشارك في بطولة الأمم الأفريقية، يقول أنت عندك أبرز لعيب في البطولة. بنشوف كمان وبنتابع الجماهير الكاميرونية بتعمل إيه حوالين مقر إقامة المنتخب عشان بس يلمحوا محمد صلاح، بس يلمحوه. يعني بيتعامل معاملة ميسي وكريستيانو رونالدو، ودي حاجة احنا ما كناش نحلم بيها بصراحة، فربنا يحميه يا رب من الإصابات ودايما يكون موفق. لكن عايز أقف عند تصريح مهم قوي هو قاله، وده يدل على عدم الاستقرار اللي دايما بتعاني منه الكرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. يعني قال لك احنا كل شوية بنبني، كل شوية بنبني فريق، ودي حاجة سلبية جدا بصراحة. قال لك أنا لعبت مع عدد كبير جدا من اللعيبة، وكل سنتين بيظهر فريق وكل سنتين بيظهر لعيبه، فللاسف ما عندناش قوام ثابت لمنتخب مصر، ودي ابرز جزئيه مؤثره على منتخبنا. صعدنا كاس عالم، بس كان لازم نكمل على الجيل اللي كان صعدنا كاس العالم. حصل متغيرات بسبب مثلا بعض اللعيبه كبروا في السن، بعض اللعيبه ابتعدوا عن مستواهم، كلام من ده، تغييرات كتير جدا في الاجهزه الفنيه بصراحه، وده امر لا يليق ابدا بمنتخب كبير زي منتخب مصر. فنقط صغيره اتكلم فيها محمد صلاح لازم نخلي بالنا منها، والرساله هنا للاتحاد المصري لكره القدم الجديد في اطار البناء والاستقرار. يعني ابني واستقر بقى، استقر على المجموعه اللي انت بنيتها. عندنا منتخب كويس وعندنا جهاز فني كويس، ان شاء الله بس يكونوا موفقين عشان تبقى بدايه للاستقرار فيما هو قادم من تحديات بالنسبه لمنتخبنا الوطني. وابرز التحديات دي طبعا الماتشين المؤهلين باذن الله تعالى لكاس العالم في شهر مارس. طيب خلينا نروح لفاصل اخير، بعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام عن منتخبنا الوطني وكمان ناخد تفاعلات حضراتكم، يلا بينا. طيب تعالوا ناخد بعض الاخبار المهمه على منتخبنا من خلال الحسابات الرسميه المختلفه ونعلق كمان عليها، ونبتدي بالوطن سبورت. مش عارف الوطن كتير معانا شويه، لكن في كل الاحوال تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا. احنا لعبنا نيجيريا كام ماتش؟ لعبناهم 20 ماتش. احنا كسبنا 7 ماتشات، نيجيريا كسبت 6 ماتشات، وتعادلنا في 7 ماتشات.
مصر بتتفوق كمان في الاهداف بخلاف عدد الانتصارات، بتتفوق في الاهداف اللي قدرت تحرزها في مرمى المنتخب النيجيري برصيد 34 هدف، في مقابل نيجيريا احرزت في مرمى المنتخب الوطني 28 هدف. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، انا بحب برضو الاحصائيات، يعني الاحصائيات بتبقى مهمه في بعض الاحيان يعني وبتدي بعض المعطيات، لكن خلينا نروح لحساب المصري الرياضي على تويتر وبيقول امم افريقيا 22 تاريخ مصر في المباريات الافتتاحيه، مصر من اكثر الدول اللي لعبت ماتشات افتتاحيه برصيد 6 مباريات هي واثيوبيا. بيجي بعد كده منتخب التونسي برصيد 5 مباريات. جمعت اول مباراه افتتاحيه في تاريخ البطوله ما بين منتخب مصر والسودان واللي اقيمت في 1957 في السودان، وشهدت تفوق الفراعنه على اصحاب الارض يعني. فيعني احصائيه من ضمن الاحصائيات برضه. طيب خلينا كمان ناخد الحساب الرسمي للاهرام واللي بيتكلموا على تجهيز عمرو السوليه لمواجهه غينيا بيساو بعد صعوبه لحقه بلقاء نيجيريا. احنا عارفين عمرو السوليه قبل ماتش السوبر الافريقي كده اتصاب في احماء بشد في العضله او عضله السمانه، لسه مش جاهز بنسبه 100%، بنسبه كبيره قوي مش هيلعب بكره طبعا خلاص يعني امره شبه حسم، لكن بيتم تجهيزه لمباراه غينيا بيساو وهو احد اهم العناصر الموجوده في تشكيل منتخب مصر. لعيب ما شاء الله عليه، مهم قوي ان شاء الله يكون جاهز ويرجع ويكون اضافه قويه لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. طيب خلينا كمان نتكلم على المصري الرياضي وحسابهم على تويتر، وقالوا تواضع مستوى فندق الاقامه يثير غضب الفراعنه في الكاميرون. في الحقيقه هناك في جروه الامور صعبه، انا رحت جروه مره مع النادي الاهلي في ماتش القطن الكاميروني في 2017 على ما اتذكر دور المجموعات، الامور صعبه جدا. فندق الاقامه اللي هو فيه منتخب مصر دلوقتي ده كان ساعتها تطور، ومفروض ان هو دلوقتي تطور اكتر، ورغم كده هو مش عاجب طبعا الناس بعثه المنتخب، وعندهم حق، الامور هناك صعبه، عدد الغرف قليل جدا، الامكانيات محدوده، المدينه نفسها من المدن الفقيره جدا جدا في الكاميرون يعني. لكن برضو نحمد ربنا، شفت ستوري لغلال الشعلالي نجم المنتخب التونسي وهو بيصور يعني حاجه في الغرفه عنده يعني، تمام، دوره المياه اللي موجوده في غرفه في الفندق، لقى تعبان تمام، وفي جنب الحمام لقى زي سحليه كده كبيره، حاجه من ضمن حاجه من ضمن الحاجات الكتيره، وعلى فكره دي بتبقى منتشره، بتبقى جنبك كده وانت ماشي في الفندق عادي خالص مفيش اي مشكله. فالحمد لله يعني كويس ان مقر الاقامه بتاعنا يعتبر معقول نسبيا يعني، في كل الاحوال هي ظروف متعودين عليها في افريقيا يعني. خلينا كمان ناخد يلا كوره وتصريحات لمدرب منتخب نيجيريا واللي بيقول مستعدون لمواجهه كافه المنافسين في المجموعه الرابعه، ولا يجب ان نقلل من امكانيات اي فريق في المجموعه. ايجالو خارج حسابات طبعا، ايجالو نجم المنتخب النيجيري مهاجم ممتاز جدا، لكن الشباب السعودي رفض تماما ان اللاعب يسافر افريقيا، واللاعب كمان امتنع عن تدريبات فريق الشباب السعودي اللي هو بيمثله في الفتره الحاليه، وضموا مكانه كويلينز ده بديل لايجالو، ايضا لاعب من اللاعبين المميزين. يعني دي اهم الاخبار اللي بتدور حوالين مباراه مصر ونيجيريا غدا. خليني بقى اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع قبل ما اخد توقعات حضراتكم يعني. التشكيل الاقرب بالنسبه لمنتخبنا في مباراه بكره باذن الله تعالى، الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع الونش وحجازي كمساكين، فتوح ظهير ايسر، اكرم توفيق ظهير ايمن، في نص الملعب كل من حمدي فتحي ومحمد النني دول حجزوا اماكنهم خلاص. الكلام هنا على ايه؟ الكلام على اللي هيجاور محمد النني كلاعب رقم 8، يا اما بالترتيب كده هقول لحضراتكم المرشح الاقوى امام عاشور، رقم 2 في المكان ده زيزو، رقم 3 لان مش مكانه الاصلي تريزيجيه، وممكن تتفاجئ مع كيروش ممكن تلاقي تريزيجيه هو اللي ابتدى، ممكن تلاقي زيزو هو اللي ابتدى، لكن انا بقول لحضراتكم الاقرب حتى اللحظه دي يعني. ده فيما يتعلق بنص الملعب. في الامام الموضوع محسوم او شبه محسوم، مرموش ظهير او كجناح ايسر، محمد صلاح جناح ايمن مكانه الاساسي، ومصطفى محمد طبعا مهاجم منتخب مصر الوحيد في هذه التشكيله. دي التشكيله المتوقعه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. ناخد بقى كمان توقعات حضراتكم من خلال سؤال الحلقه وتوقعاتكم لتشكيل المنتخب بكره باذن الله. فبالتالي نبتدي باحمد رمضان واللي قال الشناوي في حراسه المرمى قبل فتوح والونش وحجازي واكرم، مفيش خلاف على الجزئيه دي خالص، هما تقريبا قال نفس التشكيل اللي احنا قلناه، النني حمدي فتحي امام عاشور عمر مرموش مصطفى محمد ومحمد صلاح. خلينا ناخد كمان احمد امين واللي قال الشناوي اكرم حجازي الونش فتوح حمدي النني، هنا قال احمد السيد زيزو، وفي الامام صلاح ومرموش ومصطفى محمد. يعني الاختلاف كله على مكان واحد في التشكيله،
هنا طارق التهامي قال الشناوي، فتوح الونش، حجازي، اكرم، حمدي فتحي، النني، زيزو، تريزيجيه، هنا قال تريزيجيه، ومصطفى محمد ومحمد صلاح. بالتوفيق ان شاء الله يا رب لمنتخبنا. خلينا كمان ناخد محمد علي، واللي قال الشناوي، حجازي، الونش، ابو الفتوح، واكرم، حمدي فتحي، النني، زيزو، مرموش، صلاح، محمد شريف. هنا قال محمد شريف بس هو الاقرب مصطفى محمد طبقا لطريقه لعب كيروش. يعني عبد الغني قال ايه؟ قال الشناوي، فتوح، الونش، حجازي، اكرم، حمدي، النني، عبد الله السعيد، تريزيجيه، صلاح، شريف. بالمناسبه عبد الله السعيد من الخيارات اللي ممكن برضو تلاقيها بشكل اساسي كلاعب ثالث في نص الملعب، لكن حمدي والنني هم الاقرب ان هم يكونوا متواجدين بشكل اساسي. بالمناسبه احنا نسينا اسم عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يعتبر مرشح بقوه للتواجد في التشكيل الاساسي ايضا. طيب دي كانت توقعات حضراتكم، نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا في مباراه بكره، وتبقى انطلاقه مناسبه جدا في بطوله الامم الافريقيه، وان شاء الله يفرحونا، وان شاء الله كمان احنا طمعانين في الاكثر من كده ان احنا نجيب البطوله ونرجع بيها على مصر، فكل التوفيق ليهم باذن الله. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، الى اللقاء.